التحويل عبر جوالك. من كيف تحول الفلوس من جوالك من تطبيق كوين بيس إلى تطبيق gate.io بكل سهولة؟ وهذه الطريقة تنطبق على بقية التطبيقات مثل باينانس وغيرها من التطبيقات. فرجاء تابع الفيديو على مهلك ونفذ الخطوات واحدة واحدة بطريقة صحيحة لتحول فلوسك لمحفظة gate.io بكل نجاح. الطريقة جدا بسيطة وسهلة. وفي النهاية يا شباب، الفيديو لو عجبكم فضلا اعملوا شير للفيديو ليستفيد غيركم. حبوا الخير لغيركم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وما تنسوا تعملوا لايك وفعلوا زر الجرس لتصلكم تنبيهات اليوتيوب عند تنزيل فيديوهات جديدة ومفيدة لكم. طيب، اولا نمشي لمحفظة كوين بيس. الروابط بتاع الكوين بيس وgate.io بنزلها لكم مع العروض اللي موجودة اسفل الفيديو. نضغط على كوين بيس، وحاليا نحن حنسحب الفلوس من حساب البنك الى كوين بيس، وبعدها بنحول من كوين بيس هذه الفلوس الى gate.io، وهنالك نبيع العملة ونشتري بها عملات اخرى. فتابعوا معي. كوين بيس بتضغط في اسفل الصفحة تحت على السهمين هذولا. لو انت بتستخدم اللابتوب، اللابتوب عندك باللغة الانجليزية بيكون نفس العلامة هذه موجودة يمينك اعلى الصفحة في اللابتوب، تمام؟ بتضغط على اللي هي withdraw. بعدين هنا على الجوال بنضغط على send، يعني ان حنحول فلوس. طيب اوريكم من الطريقة هذه. طبعا في عملات كثيرة، يعني انت ممكن تشتري اي عملة وبعدين تحولها ل gate.io، بعدين في gate.io تبيعها وتتصرف في الفلوس. طيب نحن حنشتري اي عملة، لكن في عملة بيقولوا انها الرسوم التحويل فيها جدا منخفضة. طيب لو ضغطت كتبنا الاسم هنا ما ظهرت معك، فالعملة هذه ما موجودة عندنا او انها ما اشترينا منها من قبل. ففي الحالة ها بنمشي عشان نشتري العملة، اولا بنمشي على اللي هو prices، نضغط على search وبنبحث ب ALGO وبنضغط على trade وبنختار buy وبنختار من حساب البنك حقنا، بضيف اللي هي بطاقة جديدة او انه بحول من حسابي في الباي بال. يعني هذا الشيء رجع لكم، تحول عن طريق البنك، تحول عن طريق الباي بال، لكن حساب الباي بال حقي لانه رابطه مع حساب البزنس، فانا بدخل عشان احول الفلوس. بعد ما دخلنا على حساب الباي بال نضغط على اجري اند كونتينيو. اذا احنا الان ضفنا الباي بال لهذا الحساب في كوين بيس. بنكتب المبلغ $20 عشان نسحب او نشتري $20 اللي نحن نختار باي بال هنا تحت، وبنكتب فوق هنا العشرين. اهم شيء انك تختار هنا حسابك سواء البطاقة بنكية او الباي بال او ترانسفر وايز، ثم بتضغط على بريفيو باي. فالان حيشتري لنا 14 عملة بقيمة $20 من ALGO. نضغط باي ناو. يور اوردر واز سميت. هذه الخطوة الأولى إنك تحول الفلوس أو إنك تشتري العملة. بعدها بنضغط هنا تحت على السهمين هذولا وبنضغط على سند اللي هي سند كريبتو تو أنذر واليت، وبنبحث على العملة اللي نحن اشتريناها. إذا ما نزلت مباشرة فانتظر بضع دقائق لحد ما تنزل عندك في المحفظة. طيب الآن الفلوس نزلت في حساب كوين بيس. زي ما شايفين العملة اللي هي ALGO نزلت عندنا هنا. طبعا رسوم التحويل من كوين بيس جدا رخيصة، يعني ما بتتجاوز 10 أو 15 سنت في التحويلة كلها. فالمواقع الثانية ممكن ياخذ منك 15 أو 20 أو 25 أو 30 دولار. فكوين بيس التحويل منه لجيت دوت ايو جدا رخيصة.
فبعد ما ضغطنا يا شباب على العملة هنا اللي هي ضغطنا تحت على السهمين، بتضغط على سند وبنختار العملة هذه اللي هي اشترينا بيها قبل شوية اللي اسمها ALGO، وبنكتب المبلغ اللي مراد تحويله. المبلغ اللي موجود هنا فوق على الصفحة اللي هي 18 دولار و37 سنت، نضغط على continue وبيقول لك ادخل رقم جوال او الايميل او الادرس. هذه اهم نقطة ركزوا معايا فيها جدا. من وين نجيب العنوان؟ بنمشي على gate.io، بنضغط على wallet على اليمين تحت هنا من اللابتوب، بتلقوها اعلى اليمين لو كان باللغة الانجليزية، ولو كان بالعربية بيكون اقصى اليسار، وبنضغط على deposit سواء من اللابتوب عندك او من جوالك. هنا على زي ما شايفين كلمة deposit، وبنكتب نعمل سيرش على العملة، ممكن تختاروا اي عملة او ممكن تعملوا نفس العملتين مع بعض. لو ما ضبطت معاكم، لو كانت العملات مختلفة ما ضبطت، فحاولوا في التطبيقين استخدموا نفس العملة اللي هي ALGO، ونضغط على copy، بننسخ هذا الرابط اللي تحت، اضغط على copy اعمل نسخ، ونرجع لي كوين بيس وبنعمل بيست او لصق للعنوان هنا في اعلى الخانة، وبنضغط على preview send you are sending 18.32. تمام، فشوفوا شالوا 5 سنت بس. فخلينا نتأكد لما تصل الفلوس في المحفظة بتاعة gate.io كم بتكون. فنضغط على send now، بيجينا الكود، بننزل الكود وبنضغط على submit. You don't have enough fund، فبقال لي ما عندك فلوس كافية. إذا شباب ما ضبطت معكم، حاولوا خففوا المبلغ هنا، مثلا خليه 18 بس من غير سنتات، ونضغط على بريفيو، ونضغط على سند، وندخل الكود، وبنضغط على سميت. كده المبلغ سكسسفولي سند، تحولت. هذه حولنا 18 بس، لكن وصلت 18.01 سنت. خلونا نمشي على gate.io. طبعا بتاخد ممكن 5 إلى 6 دقائق لحد ما تنزل في حسابك. إذا ما نزلت، أقصى شيء بتنزل بعد 20 دقيقة. ودائما أعمل ريفريش للآب عشان لو ما نزلت العملة معك تنزل. تطبيق gate.io كل شيء فيها متوفر. كثير من العملات بتكون في التطبيقات الثانية ما موجودة، لكن في تطبيق gate.io بتكون متوفرة. طبعا في السابق كان عندهم موقع إلكتروني بس، ما كان عندهم تطبيق على أبل ستور، لكن الآن أبل ستور عندهم فيه التطبيق حقهم. لو نزلت على نيو هنا على اليمين تحت، فبوريك العملات اللي نزلت ونسبة الزيادة. تضغط على تشينج هنا، فشوفوا هذه اللي اسمها جوي. والله يا شباب إني هذه أنا كنت من أمس متابعها، وقالوا بتنزل خلال 5 ساعات. فشوفوا كم الزيادة الآن، 955%. فلو ضغط على تريد، نضغط تحت على charts، نضغط على one day، نشوف بكم نزلت. بالله يا شباب شوفوا بكم كانت نزلت العملة، 19 سنت. الآن سعرها دولارين. لو استخدمتوا اللابتوب بيديكم معلومات أكثر، لكن على الجوال ما بيعطيكم بيانات كافية للتشارت عشان تعرفوا نسبة الزيادة. التطبيق بصراحة جميل يا شباب. الفلوس لما تتحول حتتحول لك في المحفظة هنا أقصى اليمين، فوق بيكون total funds estimate، الفلوس اللي حولتها بتظهر هنا. فننتظر بس، نعمل تحديث كل شوي لحد ما التحديث ممكن تقفل التطبيق نهائي وتفتح مرة أخرى. لما تمشي على نيو هنا على اليمين، فالعملات اللي شايفينها فوق هنا كاتبين عليها تريد تريد، وجايب لك فيها الزمن. يعني مثل هذه لو ضغطنا على تريد بيقول لك بتفتح بعد 1 يوم، اللي هي دي قصد بين دي، والاتش اور بتفتح بعد 1 يوم و 18 ساعة، والام مينت اللي هي 45 دقيقة، والسكند هذه الثواني. فلما ترجعوا بعد يوم و 18 ساعة بتحصلوا انه العملة هذه اللي اسمها فلوري نزلت
على منصة gate.io. فدائما يعني أغلب العملات لما تنزل جديدة على التطبيق هذا فجأة بتزيد لأنه الناس بيشتروا منها بكميات كبيرة. فالعملة اللي شايفينها اسمها جوي اللي هي JOE، الفولوم الآن فيها بقيمة 312 ألف دولار، سعرها الآن 2 دولار. فدائما الواحد لما يشتري ما يشتري لما يكون نسبة الزيادة فيها يعني مشت لمراحل متقدمة، حاول دائما اشتري لما تكون نسبة فيها منخفضة، يفضل انها تكون ما اكثر من 3%. يعني حتى العملات اللي بيكون يعني تقوم باللون الاحمر وانها منخفضة فقابلية انك تربح منها اعلى مما تجازف بفلوسك في عملة انه كان وصلت لمستويات عالية من الزيادة، فهذه لو نزلت راح تخسرك كثير. فبتتعلم من التجارب، راح تتعلم كل هذه الاستراتيجيات. شايفين لما ضغطنا على والد حصلنا الفلوس نزلت 18 دولار و 14 سنت، نحن حولناها 18 لو تذكرون، لكن الآن وصلت 14 سنت. طيب يلا، ممكن تكون الزيادة اللي هي العملة نفسها إنها زادت في الفترة هذه العشر دقائق هذه أو أقل، فأوريكم كيف الطريقة اللي تبيعوا بها العملة وفي نفس الوقت تشتروا بها عملات ثانية في نفس هذا الفيديو. نضغط على سبوت أكاونت وبنضغط على ALGO اللي احنا اشترينا منها. في الماركت بتضغط على سيرش هنا على اليمين في المنتصف، بنكتب اللي هي العملة ALGO وبنضغط عليها، هذه أول واحدة. بنضغط على تريد ثم بنضغط على سيل على اليمين فوق، ثم نضغط اللي هي كم نبغى نبيع من المبلغ، نص المبلغ، كل المبلغ. فأنا بحاول أكتب 100%، يعني أبغى أبيعها كاملة، وأضغط على سيل ثم بضغط على كونفيرم وكونفيرم، بقول ننزل كلمة المرور. بعد ما دخلنا الباسورد، الباسورد هذا بكون حق البنك يا شباب، أو إنك لما تربط حسابك مع البنك مع هذا التطبيق من غيره ما راح يقدر يبيع لك. كده الآن إحنا بعنا العملة وخصوا مننا سنت واحد، أصبحت 18 دولار و13 سنت. فالطريقة بتاعت الشراء بنضغط على السيرشين على اليمين تحت وبنكتب على أي عملة، يعني أنا مثلا أو من العملات اللي أمامي العملة اللي اسمها SPO هذه، نضغط على تريد، نضغط على اللي هو المبلغ، هنا بنكتب المبلغ مثلا خلينا نشتري ب 2 دولار بس كتجربة، وبنضغط على باي ثم كونفيرم ثم كونفيرم، كده أوردر خلاص مشى. الطريقة الثانية نفس الشيء، تخش على نيو وبنكتب نبحث على العملة اللي احنا نبغاها، مثلا خلينا نشتري من عملة اسمها XEC. بالنسبة للشراء نحن حنشتري عن طريق اليو اس دي تي اللي هي هذه اللي اسمها تيثر، لأنه أنت لما تبيع في هذه المنصة بحولوا لك فلوسك لتيثر. فالعملة لما تكون أمامها داش يو اس دي تي فدي ممكن تشتري بيها. بعض العملات بتشتريها عن طريق الإيثيريوم، لو ما عندك إيثيريوم ما راح تقدر تشتريها. فنحن هنشتري من هذه العملة مثلا في حدود، طبعا سعرها الآن 3.35 أو قول 36، لو اشترينا مثلا في حدود الأربع دولار بنقول أربعة على اشترينا بأربعة دولار بنقسم 0.000356 حنشتري 11,235 عملة. فحنعمل خلونا نشتري منها بخمس دولار، نضغط على باي كونفيرم كونفيرم، كده الأوردر مشاء كمان. وكذلك باقي العملات يا شباب، أي عملة حابين تشتروها أمامك بيكون موجود داش USDT. طبعا هذه العملة اللي مكتوب عليها سي أو عفوا هذه العملة CRP، لو ضغطت على تريد شوف فوق مكتوب عليها داش ETH، لأنه ما تقدر راح تشتري إلا عن طريق الإيثيريوم. أتمنى الفيديو يكون أفادكم يا شباب، لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شاركوا مع أصحابكم، واشتركوا بالقناة لو ما مشتركين، فعلوا زر الجرس لتصلكم تنبيهات اليوتيوب عند إضافة أي فيديوهات جديدة. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح،
ولحد ما اشوفكم في فيديو اخر، في امان الله واحفظكم.